وزي ما اتكلمنا في بداية الحلقة ان احنا نتكلم عن المحاصيل الاستراتيجية، لكن كمان هنتكلم على المحاصيل الغير تقليدية. ففي محافظة الوادي الجديد اللي بتحقق خطوات كبيرة في خطة التوسع في زراعة المحاصيل غير التقليدية اللي بتحقق عائد مادي واقتصادي كبير، من أبرز المحاصيل دي هي الكمون اللي تم زراعته بمساحات وصلت ل 4000 فدان على مستوى المحافظة. طبعا عشان نعرف تفاصيل أكتر يبقى سنت معانا على التليفون الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة زراعة الوادي الجديد. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير يا فندم. اهلا استاذ محمد. اهلا استاذ بسنت. اهلا بحضرتك. كل سنه وحضراتكم طيبين. حضرتك طيب. طبعا محصول الكمون طبعا من المحاصيل اللي دايما دخلت مع في عمليه التنميه الزراعيه اللي حصلت في الوادي الجديد. عايز اقول لحضرتك ان احنا كنا من 3 سنوات كنا بنزرع 100 فدان فقط لا غير. وطبعا سياده المحافظ معالي السيد اللواء محمد سلمان الزملوط اطلق مبادره في درب الـ40 انه جاب شركه وجمعيه تنميه مجتمع تبنت المزارع، جابت له التقاوي، جابت له مستلزمات الانتاج، قعد يعني تصرف على المحصول لغايه لما حصاد. وبعد الحصاد الجمعيه والشركه اللي تبنت هذه الزراعه خدت الفلوس اللي هي صرفتها وخدت المنتج. هل تتخيل ان كان الطن ب 35,000 جنيه تصاعد الى 70,000، تصاعد الى يعني زرعنا اول سنه كان 300، السنه اللي وراها 700، السنه الشتاء اللي فات ده كان 1200 في ضرب ال 40 بس من ضمن ال 4000 اللي حضرتك قلت عليهم. ايضا مركز الفرافره زرع حوالي 2800 فدان كمون. عايز اقول لحضرتك فكرة الزراعة التعاقدية هي اللي نجحت في محافظة الوادي الجديد، إن أنا بزرع محصول شجعت الناس. نعم حضرتك شجعت الناس يا فندم. طبعا بتشجع الناس كون إن أنا بتعاقد على المحصول قبل زراعته، ودي سياسة طبعا أوجه بها فخامة السيد رئيس الجمهورية. وإحنا شفنا سيادة الرئيس إمبارح في مشروع مستقبل مصر إن مش بس بنزرع المحاصيل التقليديه زي القمح والشعير، لا ده احنا بنوصل للمحاصيل الغير تقليديه اللي ما كناش بنزرعها، لا بنزرعها لانها العائد الاقتصادي بتاعها اعلى وبترجع بمردودها على المزارع البسيط، ممكن تعود طبعا تحت اشراف وزاره الزراعه، تحت اشراف مركز البحوث الزراعيه. يعني عمليه زراعه الكمون بيشرف عليها ايضا اساتذه في معهد البساتين مركز البحوث. دكتور مجد، من 100 فدان ل 4000 فدان، الاقبال طبعا على الزراعه كان كبير جدا، ازاي اقنعتوا المزارع في البدايه انه يقوم بزراعه الكمون، واقنعت وازاي شايف بعد كده العائد المادي بقى بعد ما جاله العائد المادي الكبير اللي حضرتك لسه بتتكلم عنه؟ هو اي زراعه عشان تنجح لابد من التوعيه والارشاد. احنا وفرنا له التوعيه والارشاد، كان معانا اساتذه في النباتات الطبيه العطريه بتتابع الزراعه من بدايه حتى في توفير التقاوي نفسها. يعني احنا كنا بنجيب التقاوي من خارج المحافظه عشان نزرعها في سواء في قرى ضرب الـ40 لباريس او في الفرافره. بدا المزارع يحس ان السوق يستوعب ويحتاج للمساحات ديت، بدا يزرع. زي ما قلت حضرتك ان في تعاقد مسبق من الشركات اللي هي بتصدر النباتات الطبيه العطريه، وبناء عليه بدا المزارع عارف كويس. يعني احنا عند حضرتك السنه دي بالرغم من المساحه كبرت احنا بنتكلم في 260 الى 280 الف جنيه للطن. طبعا المتوسط العام للانتاج حوالي من 500 الى 750 كيلو، يعني من نص الى 3/4 طن ده انتاج الفدان. فطبعا يعني في 3 شهور او 4 شهور فدان يجيب لي في حدود 240 الف، وانا صرفت في الفدان ده حوالي 50-60 الف جنيه على المحصول. طبعا جميل جدا. بس حضرتك اشرت النقطة برضو غايه في الاهميه، وهي فكره ان السوق يستوعب. يعني احنا بنتوسع، ولما نيجي نضرب مثال مثلا بالكمون، احنا بنتوسع في زراعه الكمون طول ما السوق يستوعب ده، لحد ما يكون عندنا اكتفاء فنتوجه الى
محصول اخر مظبوط. هو السنه دي الحمد لله المساحه كبرت، مساحه الكمون على مستوى جمهوريه مصر العربيه نتيجه ان حصل ارتفاع في الاسعار. الكمون انت عارف حضرتك وصل ل 400 و 500 جنيه للكيلو. فلما المساحه زادت بدا الاسعار ترجع تاني تقل تعتدل وتبقى دي بقى نقطه مهمه جدا يا دكتور مجد. انا كمستهلك العائد عليا ايه؟ احنا كنا بنزرع الكمون وكانت المساحات صغيره، فكان طبعا المعروض من الكمون قليل فبالتالي سعره عالي. لما توسعنا وزودنا في المساحه المزروعه بالكمون بقى فيه كمون كتير وبقى فيه اكتفاء ذاتي، مش في المحافظه عندكم بس، غالبا كده في باقي محافظات الجمهوريه. فبالتالي ده بينعكس بشكل كبير جدا على سعر الكمون، على توفره وعلى سعره كمان. لا وبعدين مش كمون بس، هتبص تلاقي كل النباتات الطبيه العطريه سعرها تراجع، بقت يعني قريبه جدا جدا مما كانت عليه. والمحاصيل ايضا في محاصيل كثيره، يعني عندك انت البقوليات الجافه دي تراجعت بعد ما ارتفعت وعدت الكيلو 80 و120 جنيه بدا يتراجع ثاني ل 60 جنيه. ليه؟ لان البصل الثوم بدات الناس تزرعه عشان العائد الاقتصادي بتاعه اعلى، فلما زرعت مساحه اكبر بدات الاسعار ترجع تتزن ثاني، وده مهم جدا جدا، وده له عائد طبعا عائد مفيد جدا جدا على المستهلك في النهايه. طيب المحاصيل الاخرى بقى يا فندم، يعني احنا بنتكلم على المحاصيل الغير تقليديه، ايه تاني بيتم زراعته في الوادي الجديد غير الكمون؟ لا ده احنا محافظه الوادي الجديد اولا على راسها طبعا محصول البلح، محصول النخيل. احنا الحمد لله في ديسمبر 2023 التعداد بتاعنا وصل ل 4 مليون و50 الف نخله طبعا، وده زاد بعد مبادره فخامه السيد رئيس الجمهوريه في 12/1/2019 لما وجه بزياده اعداد النخيل الى 2.5 مليون نخله، وكان عندنا التعداد بتاعنا حوالي 2.3 مليون نخله، ليصبح ان شاء الله بنهايه بمنتصف 2025 هنوصل الى 5 مليون نخله. بينتجوا حوالي السنه دي العام الماضي 175 الف طن من التمور. الصنف الصعيدي او السيوي اللي بتشتهر بيه محافظه الوادي الجديد لوحده بس 125 الف طن. نيجي بعد كده المحصول الاهم وهو محصول القمح. زرعنا السنه دي 328 الف فدان بزياده 8000 فدان عن العام الماضي. عايز اقول لحضرتك ان احنا هننتج السنه دي ان شاء الله ما بين هنقول يعني في الورق من 850 الى 900 الف، هو ما يقرب طبعا عندنا الانتاجيه عاليه السنه دي، ممكن نوصل نقرب من المليون طن السنه دي كإنتاج. عظيم جدا. إنتاج. يعني عندنا البطاطس احنا زرعنا حوالي 90 الف فدان ده في الشتاء. عندنا الذره الشامي زرعنا حوالي 75 الف فدان في الصيف اللي فات، وان شاء الله هنزرع، بس احنا بنزرع متاخر شويه عشان ظروف الحر، فبنزرعها في العروه النيلي اعتبارا من 1/7 من 1 يوليو. يعني الفول السوداني حوالي 50-60 الف فدان. لا عندنا مساحات نباتات طبيه عطريه مش كمون بس، احنا زارعين السنه دي 12 الف فدان نباتات طبيه عطريه، منهم الكمون 4، منهم البردقوش 1000، البابونج شيح البابونج حوالي 1100 فدان. عندنا الجرجير طبعا بنزرعه كنبات طبي بناخد منه زيوت حوالي 2000 فدان، النعناع 1000 فدان، ما شاء الله، البقدونس، الريحان 1000 فدان، البردقوش 500 فدان، الحلبه 500 فدان. لا يعني بقول لحضرتك ودي زراعات ما كناش بنزرعها من 3 4 سنوات. ما هو ده اللي احنا بنتكلم عنه، المحاصيل الغير تقليديه. يعني ما شاء الله محافظة الوادي الجديد متفوقة في هذه المحاصيل، وكمان بعض المحاصيل اللي احنا أكيد بنحتاجها واستراتيجية. كل الشكر ليك دكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد.